نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام حبوباتي ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في الفيديو هذه ديالي. اليوم جيت نفيدكم بواحد لي برودوي انا نديرهم ان شاء الله انتم تاني تستعملوهم ويفيدوكم. راح نبدا لكم اول حاجه واللي هي علاج الكورونا بيان سور. هذا برودوي تاع ديتول هاوليك هايل هايل. هذا ديتول انا ديجا راني درته واستعملته على شحال من حاجه. تستعمليه انا شريته كثرته على جال الطوموبيل وكا عارفين. ديريه على ليسياج على الفراش في الدار في الباس حاجه ما ترى مام دي كايليك تفتحوها هكذا شفتوا ومام فيه ريحه هايله ما شاء الله. كما قلت لكم على ديتول هذاك هو البرودوي الاول اللي نديرو هايل. مام هذا جبت لكم هذا كريم عفوا هذا كريم تاع الاخر تاع العرق. شوفوا يقدروا يديروها ام اي فام هايليك هايل. مام لو كان تشوفوا الريحه ديالو مملوك نشوفو الريحه ديالو بزاف شابه هاديك. انا غير فتحته يعني من الباطه ديالو فور هاديك فالز يا سلام والله غير ننصحكم به العرايس حشاكم هذيك اللي تعرق بزاف ولا هايل. مازال ما فتحتهاش كامل واحد الريحه تلقت يا سلام يا سلام. وما نسيت باش نقول لكم هذا ديتول ماشي يدير 75000 ولا 72000 هذا وهذا فالز يدير 30000 برك. هو وهذاك ديو تاني شباب مي انا يا جربت هذا عجبني الاخر عجبني وهذا عجبني هاوليك بزاف شباب للناس اللي تعرق اللي هكذا تحب ريحه شابه في الكور ديالها ديرها. وبالنسبه للناس اللي راهم يقولوا لي على شعرك طويل شعرك طويل شعرك طويل دوك نقول لكم انا واش درت له. صح شعري طويل الله يبارك ودوك نوري لكم ما شغل لازم تستحفظوا عليه لازم ديروا له لي شامبو ديالو كلش. انا سييت كلش حاجه ما حنوري لكم حتى شامبو. شوفوا هذا تريشوب بزاف شباب بزاف هايل بزاف يطول الشعر وشعرك ما بشعرك يولي ما يطيحش. انا شريت هذا وشريت سيروم ديالو ماشي من اليوم يعني عندي مده وانا نستعمل فيه واحد العامين ولا 3 سنين نديرو في شعري بزاف هايل. مام كما قلت لكم فيه السيروم ديالو السيروم فيه شويه ريحه اللي تحمل يعني ديريه الصباح قبل ما تكوني مع الميناج ديالك وفي الليل ولا الحشيه ولا مع كي تكملي شغلك او غسلي شعرك تكوني درتي هذاك السيروم ومن بعد خليه بعدا غسلي شعرك بهذا بزاف شباب انا عطيت لكم. وتاني هذه
هذا تاع نوات كوكو، هذا بزاف هايل. هذا واش يدير؟ هذا يرطب الشعرة، كيما شتو شعرة كي تكون مليماش محروقة ولا مسبايغ ولا، هذا بزاف يكالميها، يعني تغذيها، تعمري هذيك الشعرة المحروقة. هذا هو ناتشورال، هكذا. انا حابه نوري لكم، يعني انا حابه نوري لكم واش نستعمل شعري كيما حبيتو، ولا غير راني درت لكم، في هذه لا فيديو الصغيره. وكاين هذا نستعمله لبناتي لشعرهم، مايليك 75,000 وكبيره تاني تشد لك يعني. هادو هما واش استعملت، يعني واش وريت لكم. وهادي تاني ما تنساوهاش، ديجا راني وريتها لكم من قبل، ما حبيتش تبان، هاي بانت. هادي بيونيك، بزاف شابه، بزاف هايله، ترطب لابو. انا نديرها بزاف، نستعملها نديرها في وجهي بزاف تاني، تغذيه، ندي ماكي بيها عادي كيما حبيتي ديريها، هايله هايله هايله، ننصحكم تجربوها. وبلا ما ننساو هذا الفاغني تاع فلوغماغ، هذا بزاف هايل، هذا انا اليوم شريته اوليك فلوغماغ، وينشف تمتم، اللي عجبني فيه ينشف تمتم. انا عندي بروبليم، انا كي ندير الفغني ديالي ما ينشفش، نقعد نعس فيه، ما تامنوش بالسوايع، وانا نشف فيه ما ينشف ليش، ما فهمتش علاش. مي هذا كي سييتو واو، مباليش هكا ويبان، هكذا ويبان، واو واو واو. المهم في نهاية الفيديو نقول لكم نتمنى ينال اعجابكم، اني وريت لكم واش ندير وحاجة ما ندخلها عليكم. نتمنى ينال اعجابكم، مزيد من اللايكات، وكيما موالفه نقول لكم ادعمونا، بليجام ابوني ما تنساوش. المهم نتمنى ينال اعجابكم، هيا في امان الله، وتصبحوا بخير، وباي. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا زاد